اخويا المشكله ديال الوليد دايره لي رجل نهار اللي تزاد حتى هو المشكل اللي عندي عدو دابا 10 شهور يعني ما لقيتش الامكانيات باش نعالج لي رجله تقريبا من العيد الكبير يعني عطوني الترويد وداكشي باش نخلص لي الترويد عطوني 24000 ما عنديش انا الامكانيات حنا غير في حاله ضعيفه لا كي الاب ديالو نوبا يخدم نوبا يجلس يعني ما كانش هو اللي يدخل خبزه ممكن حتى واحد اللي يدخلها علينا انا تنطالب انا غير الناس يعاونوني غير في الوليد ترجع لي رجلته لا مني تزاد باقي طربيه يعني من خلال خوت وعدو جوج خوت اخرين يعني ولدي الكبير دابا تيقول لي يا ماما نتمنى يجي فيا هذا الشيء ما يجيش في خويا الصغير الحاله الالمانيه نوم المتخوت هذه هي الحاله انا تنطالب من الناس يعاونوني غير في الوليد ما تنطالب حتى حاجه اترجع لي رجيلته ديتو مني كان صغير يعني قالوا لي 24000 ديال الترويد يعني انا قلت لك لا ما دقيتش البواب ما تناكلش ما خطا واحد اختي تنمشي عندها لكن الراجل بحال ما كبير يعني ارتي قولتي عيا اللي تيعطيو يعني اختي هي راه عندها وليدات يعني ما كاينش زعما كاينه الامكانيات كتعدي انا الامكانيات كاع ما ندير ولدي بحال ما ولدي تعالج مني كان صغير